السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير مننا توصل إزعاجات في تويتر أو تنبيهات من ناس ما يعرفهم، من ناس أول مرة يشوفهم، حسابات مهمية إلى آخره من أنواع التنبيهات أو من أنواع الإزعاجات بشكل خاص. كيف يكتم هذه التنبيهات؟ نتعرف على الطريقة مع بعض، بس قبل لا أبدأ بشرح أتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. طبعا هذا حسابي في تويتر وتشرفه متابعة الجميع. بالبداية ندخل على هذه القائمة وندخل على الإعدادات والخصوصية من تحت، بعد كذا ندخل على التنبيهات، بعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات، ندخل على التصفيات متقدمة. هنا يقول لك تطلع لك مجموعة خيارات طبعا كلها مقفلة، يقول لك هنا كتم التنبيهات من الأشخاص الذين لا تتابعهم، الأشخاص الذين لا يتابعونك، يعني إذا أنت ما تتابعهم وهم يتابعونك، مجرد ما تفعل هذا الخيار ما راح يجيك أي تنبيه منهم. اللي حسابه جديد برضو نفس الطريقة، الذين لديهم صور ملف افتراضية، يعني الصورة الافتراضية أول ما تفتح تويتر، يعني بشكل خاص صورة البيضة. بعد كذا يقول لك الذين اللي ما أكدوا إيميلاتهم، يعني بريدهم الإلكتروني، اللي ما وثقوا أرقام جوالاتهم. إذا أشرت على أي خيار من هذا الخيار راح يتم تقفيل التنبيهات من هذا الشخص نفسه. وبكذا انت تقلل يعني بقدر الاستطاعة من انواع الازعاجات او انواع التنبيهات اللي انت ما تبيها. اتمنى الشرح واضح وبسيط. اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفمان الله.